تخيلوا في الهند بلد العجايب، عريس وعروسة بيتجوزوا، تمام، ما عندناش أي مشكلة. قوم إيه العروسة تحط شرط للعريس، وافقت عليه يا عريسنا إحنا هنتجوز، ما وافقتش عليه سوري كل واحد فينا من طريق. ندور على يعني الشرط اللي هي حطاه، اكتشفنا ان هي حطت شرط علشان تقبل بالجواز ان جوزها ما ينفعش يتأخر عن الساعة 9، والموضوع ده اتوافق عليه من قبل العريس، بس حط حبة دباجات. قال لها بص يا سوسو، انا مش هتأخر عن الساعة 9، بس بشرط لو انا خرجت مع اصحابي قبل الساعة 9 no phone calls نو واتس اباتك nothing يا حبيبتي. فقالت له طب خلاص اوكي سيب وانا سيب، وقد كان، واتجوزه. هي اسمها أرشانة، والسوشيال ميديا خلوها أرشانة باللهجة العامية المصرية. لكن الست أرشانة دي مش ذكية، وأي ست بتتكلم في اتأخرت ليه، ما تخرجش مع أصحابك، ما تقعدش على القهوة، وأنا مش زي أصحابك، وأنا ماليش حق تيجي تقعد معايا زي كل الحاجات دي. أنت لو تعلمين أن جلوس الرجل مدة قليلة في البيت أفضل بكتير من جلوسه مدة طويلة، أنت عندك ميزة كبيرة جدا أنت مش مستوعباها، وعندك رحمة كبيرة من ربنا أنت مش شايفاها. المثل بيقول الندب بالطار ولا وجود الراجل في الدار، فمعنى كده ان الاجداد مستوعبين فكره ان الراجل لما يقعد في البيت بيقعد، بقى الناقد العالمي موجود، ده ليه وده ايه وده كذا، وطلبات، يعني انتقاد وطلبات. فالستات تستهدى بالله كده وتسيب له مساحته، تسيب له حريته، طالما هي واثقه فيه، طالما هو شخص محترم، وتخليه مع اصحابه هو قصه تانية، مساحته في حياته قصه تانية، بتخليه سعيد، بتخليه يبقى راجع خلاص البيت سعيد، وهو بيستمتع مع اصحابه متعه تانية غير متعه القعده في البيت. فما تطلبيش طلبات تيجي بعد كده تشتكي منها مر الشكوى، وانت متخيله ان انت كده سبع البرومه ان انت حطيتي شروط، بس هو محترم ان هو انا استجاب بصراحه بصراحه. اؤيد قرشانه دي. الست ليه الهندي ليه ست عرشانه؟ يعني مش هم سموها في هي اسمها عرشانه. قرشانه هي قرشانه. المهم انا اؤيدها جدا. اولا لو ما عرفتش تفسد نفسك نكد على الجميع، بمعنى يا ساتر ان يا رب، الموضوع دي نظرية رائع مدمرة، ما جدا تسمعوش هذا جدا. الكلام. اولا اخريا خلينا صراحه مع بعض، وافق ولا ما وافقش الراجل العريس؟ وافق. وافق على ايه يا مفيده؟ وافق على ان هو يا اختي ما يخرجش من بعد الساعه 9 من بره البيت. اذا الست هنا قالت له عرض وهو وافق، فمش هنقعد نقول لك لا او لو عرفتي. ثانيا تعالوا بقى نبص ايه المكاسب اللي هتاخدها الست دي لما جوزها يقعد معاها من الساعه 9 لتاني يوم الصبح. خسائر صدقيني، صدقيني مفيش لا. اي مكاسب. اولا احنا عمالين بنطالب كواليتي تايم، فاذا اعتقد ان هم اكيد بيحبوا بعض. كواليتي تايم ده ممكن يبقى بيحبوا خمس بعض، دقايق على فكرة، ما هو لسه متجوزين، ده عريس وعروسه مش يعني اكيد كام، اكيد اكيد حتى لو ما هم عريس وعروسه يعني اكيد اكيد بيحبوا بعض يعني هي عاملة ده هيقعدوا شرط للحياة مش بالظبط. لفترة ما مؤقتة. الفكره في ايه؟ ان هو وافق دلوقتي، فانا متخيله ايه المكاسب اللي هتاخدها. هتاخد اولا ان هتعمل في الفتره اللي يا دوبك هو طايقها فيها، لان احنا عندنا تايم ليميت، احنا بعد 6 اشهر من الجواز هو ما فيش حد بيطيق حد، فاحنا هنقول ال6 اشهر الاولانيين دول بالعلاقه دي بان هو قاعد لك من الساعه 9 هتعمل بوند، فبالتالي هتخليه يتكلم معاها وهم يتكلموا مع بعض، يعرفوا عادات وتقاليد بعض، ايه بيحب ايه ما بيحبش ايه. اعتقد ان في الفتره دي العلاقه هتبقى حلوه، وكده نقدر نقول ان على الست فكرة دي قدرت وممكن مسكت جوزها لا، فتره وممكن قعدته كده منسوب عشان المشاعر يتوقف هيتوقف أو هيتوقف يتراجع. طب سوسو ده لا، بعد ست على اشهر فكرة هتوقف هتوقف في الابتعاد، هي لوحده في هتطرده بره البيت الابتعاد بعد ال6 اشهر من بتفضل دلوقتي. المشاعر موجودة بارك الله وبتزيد وبتنمو، لكن في الاقتراب وطول المسافة ايوه انت مش مش قد الفهم. صحي، إلا لو شخصيات بمواصفات خاصة مش جدا. انت ست وانا ست ها؟ واللي بيتفرجوا علينا ستات، وفي لا، رجاله كتير بيتفرجوا علينا ورجاله ورجاله كتير. وستات معظمنا، والنص الرجاله بيعكسونا. المهم مش هي دي مشكلتنا برضه، مشكلتنا في الموضوع ايه كالاتي، كده ولا كده بعد 6 اشهر جواز اللي هيحصل كالاتي. هي اللي هتقول له بيبي
تحب تروح قهوة، تروح أصحاب، تروح بس فكرة إن هي كسبت إيه؟ أول 6 أشهر قدرت إن هي تقيم العلاقة طب ويبقى في بينهم وبين هو بعض، انت مش عارفه أخدت ان الحلو بتاع القرب العلاقة، ما هو ما القوي، فيهاش غير ست أشهر القرب أولانيين. القوي ده ممكن يبعد قوي، لان احنا في القرب القوي ممكن نكتشف صفات وحاجات ما نتحملهاش فما ما نتقبلهاش هي هتمشي بقى فتحصل من بعد 6 أشهر. مشكله. تمشي لي ما هي وليه ما يفضلش مدى أنا الحياه ليه بس أقعد طول بمسافه سنين ومساحه كتيرة وتنفس؟ أقعد أختبر في جوزي؟ ما لا، ما أنا أخده 6 شهور وليه وانا داخله اختبارات اتطلق؟ مكثفة. لا يا بيبي، أعرف الحياة انا تمشي داخله إزاي. اعمر، داخله اعيش افرضي طلع حياه. تعلمه في ال6 أشهر دول إنه يغسل مواعين، إنه معاها، إن هم يخرجوا مع بعض. ما هو قالت له ما تخرجش لوحدك من بعد الساعة 9، لكن ما قالتش ما نخرجش، فممكن تبقى هي هتخرج معاه، يخرجوا مع بعض. لا، أنا شايفة إن الشرط ده انا شايفه ممكن ان ينجح العلاقة الزوجية بطريقة غير طبيعية. تعالوا نحطها ونعممها. الصفه اللي بتستفز الستات دي في ان الراجل بيهتم باصحابه وبيخرج مع اصحابه بيقضيش وقت في البيت نعمه كبيره هي مش مقدراها، وان دي صفه تحمد مش ربنا كل يوم عليها يا سوسو. مش لا، مش تستفزها. كل يوم.